لمناقشة الممر الدولي للقناة الجافة عبر سكايب. ينضم إلينا من البصرة الخبير الاقتصادي أحمد صدام. أستاذ أحمد أهلا بك. يعني باعتبار أن الطريق الدولي للقناة الجافة يمتد من البصرة إلى شمال العراق وثم تركيا وإلى أوروبا، بتقديركم ما الجدوى الاقتصادية المفترض تحقيقها من مشروع القناة الجافة، وبالتالي ما تأثيره بالحركة التجارية؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. يعني بدون أدنى شك يعني أن الجدوى الاقتصادية ترتبط أساسا بمستوى التوسعات في الموانئ العراقية القائمة وبمستوى الحركة التجارية وأيضا بمشروع ميناء الفاو الكبير. إذا ما افترضنا أن هذا المشروع تحقق على أرض الواقع ونجح في استقطاب شركات دولية وزيادة في عدد التجارة البحرية، أكيد هنا تكمن الجدوى الاقتصادية في تسهيل عملية انسيابية البضائع من جنوب العراق ومن الموانئ العراقية تحديدا إلى خارج العراق، إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. هذه الجدوى مرهونة أساسا بمستوى التطورات وبمستوى سرعة إنجاز ميناء الفاو الكبير، وأيضا بمستوى التحالفات التجارية للعراق مستقبلا مع شركات الملاحة الدولية. هل سينجح العراق في استقطاب شركات الملاحة الدولية للتعامل مثلا مع ميناء الفاو الكبير مستقبلا وبالتالي زيادة الحركة البحرية؟ هل سينجح العراق مثلا في استقطاب شركات وتجارة النقل العابر بالتالي؟ أكيد في هذه الحالة إذا ما تحقق هذا على أرض الواقع، هذا ممكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية من إنشاء طرق سريعة بتكاليف استثمارية كبيرة. هذا أكيد يعني مرهون بمستوى السياسات الاقتصادية، وبالتالي ممكن أن يرتبط أيضا بمستوى سرعة إنجاز الميناء. ولا ننسى أيضا أن الموانئ العراقية القائمة موانئ القصر وخور الزبير أيضا تشهد تطورات وإضافات في عدد أرصفة، بمعنى زيادة في الطاقة الاستيعابية. أستاذ أحمد، يعني هنا خليني أسألك، ما مدى صلاحية الطرق البرية لاستيعاب الزخم التجاري وأوزان الشاحنات الكبيرة؟ يعني كيف تصفون حاجة القناة الجافة لطرق تكون بمواصفات قياسية نوعية؟ نعم، يعني الجميع يعلم أن العراق يعاني من مشاكل في شبكة الطرق. يعني لا توجد لدينا كما هو معلوم شبكة طرق بمستوى المواصفات الدولية التي تحددها الجمعية الدولية الأمريكية، وهي 6 مواصفات ترتبط يعني بجوانب فنية تتعلق في متانة مكونات الطريق والتجهيزات الموجودة في الطريق وعرض الطريق إلى آخره. هناك أبعاد وهناك مقاييس دولية معتمدة في دول العالم في سبيل يعني تسهيل حركة المرور وتقليل مستوى الحوادث. يعني نعم في العراق هناك مشاكل، ولكن يعني يحتاج العراق أكيد إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال في سبيل تسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتشجيع شركات النقل البري مثلا في التعامل مع الموانئ. إذا ما تم إنشاء شبكة طرق جيدة، هذا أكيد ممكن سوف يعني يسهل من حركة الطرق أو حركة الشاحنات، وبالتالي ممكن أن يقلل من فترة يعني رحلة الشاحنة، وهذا يعني بمعنى آخر هو تقليل لمستوى تكاليف النقل، وهو من الناحية الاقتصادية سوف يكون مجدي حتى لشركات النقل التي تتعامل مع الموانئ. هذا أكيد يتطلب تكاليف استثمارية كبيرة كما ذكرت، ولكن في المقابل هو يحقق جدوى اقتصادية للناقلين في مجال النقل البري مثلا، وللشركات التي تتعامل مع الموانئ، بحيث ممكن أن يكون عامل ومشجع، ولكن كل ذلك أيضا مربوط بمستوى حركة الترانزيت عبر الموانئ العراقية إلى الدول الأخرى. الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد صدام، كنت معنا عبر سكايب من البصرة، شكرا لهذه الإيضاحات.